رجع على الانجليزي آه. رجع بسرعه رجع عن سلامة الأسس وصلابتها، كما يجب أن نضع نصب أعيننا بأنه ليس هناك رابح وخاسر في صفوفنا، فإما أن نربح جميعا بإذن الله أو نخسر جميعا لا سمح الله. كما يجب أن يكون الجميع مشاركا في العمل السياسي بإيجابية ووفق برنامج وطني واضح يتفق عليه. حضرات الأخوة والأخوات، لنوحد الهدف ولا غير في أن نختلف في الوسائل. We are working very hard to finalize the final agreement for the formation of the new government. We are very close to reach a deal with the other parliamentary blocs, and I'm hopeful and optimistic that soon we will announce the new government and the assembly will start to do its business as usual. فيما نواجه في المرحلة القادمة أن ينتظم الجمع العراقي بشكل أشمل وأن يتمثل إخواننا أبناء السنة العرب بحجم أكبر مما هم عليه في الداخل البرلمان لما يتناسب مع حجمهم الديمغرافي والسكاني. There are no major differences between the major parties, and I think we will manage to iron out all most of the differences. The devil, as they say, in the details, and the details are going to be sorted out either tonight or tomorrow morning. اجتماع هذه الجمعية غير كامل وناقص. المفروض الجمعية الوطنية تمثل كل أطياف الشعب العراقي. الآن جزء من الطيف العراقي غير ممثل في هذه الجمعية، فإذا كان هذا الجزء وهو أساسي من الشعب العراقي غير موجود، فإحنا نعتبر أنه العملية غير كاملة.